طفي زايد حتى تنور. من اكو الوطنيه تجي شو تسوي؟ فري. احنا من عندنا المبادره تطلع. هسه تعال شوف هناك الشاشه شويه شويه راح تبدي تصعد لان انت ساهمت بالمبادره ويانا. بالبيت اذا اجي اشوف الغرفه زايد كهرباء طفيها، ما عليها استهلاك طفيها. حمله كلش حلوه يعني، خاصه بهاي الفتره يعني واحد احنا بهاي فتره الشتاء يعني ما حد يحس، نحس بهاي الفتره كلها فتره الصيف. اهم شيء الاجهزه الكهربائيه الثقيله اللي هي مثلا سبت 2 طن بدل الثلاجتين، ثلاجه واحده بدل الثلاث فريزرات، فريزر واحد. اذا انت ما تحتاج هذا على شنو مشاغل؟